أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز تكرار العمرة في أقل من 10 أيام من التنعيم لأنني من بلاد بعيدة وجزاكم الله خيرا؟ يجوز تكرار العمرة لا بأس، لمن جاء إلى مكة، أما الذي يكون في مكة ويخرج منها للعمرة فهذا شيء لم يفعله السلف، ما كانوا يخرجون من مكة لأداء عمرة، بل يبقون في مكة، لأن البقاء في مكة في المسجد الحرام طواف به والصلاة فيه عن 100,000 صلاة، والجلوس والاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من أنه يتردد إلى العمرة. إن كان يريد الأجر فهذا أفضل له وأحسن، بقاؤه في مكة أفضل له، وإلا الجواز جائز، ما نقول أنه محرم، لكن نقول جلوسك في المسجد الحرام وأداء الصلوات الخمس فيه إذا أمكن، أو حتى لو في غير المسجد الحرام، مساجد مكة كلها في الحرم ولله الحمد، فبقاؤك في الحرم أفضل لك من الخروج للمجيء بعمرة. نعم.